السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. موضوع مهم جدا وتحتاجه في حياتك. أسوأ وأصعب ثلاث شخصيات في المعشر. شخصية رقم واحد، الشكاك. يقول ويليام شكسبير: الشكاك لا يرى النور حتى مع وجود الشمس. ويقول جون شو: الشكاك يرى في كل ذرة سعادة غيمة سوداء. هذا الشخص حتى لو تكرمه يفكر أن خلف ذلك الكرم أمر خفي أنت تسعى إليه. طوال الوقت يشك فيك، يشك بنواياك، يشك بأقوالك، يشك بأفعالك، يشك بتحركاتك. أي فعل أنت تسويه تضطر دائما إلى أنك تبرر، وحتى لو بررت يشك أكثر وأكثر. الشخص الشكاك صعب في العشرة، خاصة إذا كان معك في نفس البيت أو إذا كان في العمل أو حتى إذا كان صديق مقرب. لماذا؟ لأن الشكاك سوف يهلك مشاعرك وينهكك نفسيا، وأنت تحاول أن تثبت له أنه على خطأ. وللأسف يجد دائما وسيلة ليشكك بالكلام اللي تقوله له، وإذا اقتنع بعد مدة طويلة تكون انهكت. ولكن ليست نهاية المشوار مع الشكاك، لأنه سيجد ما يشك فيه بك. لذلك الشخص الشكاك متعب، تضطر طوال الوقت أنك تكون حذر، تخاف طوال الوقت أنه يفهمك خطأ، تخاف طوال الوقت أنه يفسر شيء بطريقة سيئة ويزعل عليك، وممكن تكبر المواضيع. لذلك العشرة مع الشخص الشكاك منهكة جدا. إذا استطعت تجنب هذا الشخص يكون أفضل، إن لم تستطع سأعطيك ثلاث طرق للتعامل مع الشخص الشكاك. لازم تعرف أمر، الشخصية الشكاكة من الصعب جدا أنك تعالجها إلا إن أرادت هي أن تعالج نفسها، ولكن أعطيك ثلاث حلول قد تساهم بالمساعدة. رقم واحد، المصارحة الشفافية، إنك تصارح الشخص الشكاك وتبلغه إن هذا الأسلوب سيهدم العلاقة، لأن أي شخص يبحث عن زلة أو خلل أو عن أي جزئية يشك فيها سيجد، ولن تغلق الأبواب إلا إن انهدمت العلاقة. فتصارحه في هذا الأمر وتبين له صدقك، وتبين له أنك إنسان صادق جدا، وأن هذا الأسلوب قد يدمر علاقة أو أنت ما تبيها تنتهي بهذه الصورة. رقم اثنين، أنك تكون واضح معه وتبين له أن الثقة تبني العلاقة أكبر من التبرير، وأنك أنت تتعب من كثرة التبرير، وهذا الأمر يتسبب بأنك تنفر من هذا الشخص. الأمر الثالث، حاول دائما أنك تحط حد، يعني كل ما شك الشخص في أمر ما يحتاج أنك تبرر، تناقشه في موضوع الشك نفسه، أنه هذه الطريقة غير مناسبة، أنه الشك أنا ما أقبله. تسألني أجاوبك، ولكن إذا بدأت بالشك أنا ما راح أتجاوب معك. هذه الثلاث أمور قد تساهم، ولكن يفضل بشكل عام إذا شخص تستطيع الابتعاد عنه شكاك أن تبتعد. إن لم تستطيع الشك ولله، لابد أنك تتعامل معه بهذه الصيغة لعله يتحسن. أما الشخصية الثانية تعتبر الأصعب في المعشر، شخصية التراتوف. لها تفسيرات كثيرة وتحليلات كثيرة، ولكن في جزئية كثير من المستشارين غفلوا أنهم يذكرونها عن التراتوف، ألا وهو شخص يظهر عكس ما يبطن، شخص مخادع مستعطف، يظهر جانب جميل جدا إلى أن يصل إلى ما يريد، ثم يظهر وجه آخر، وجه الغدر والخداع. يبان عليه التراتوف بالنقيض والمناقضة بتصرفاته. كيف أنا أكتشف التراتوف هذا؟ أنه شخص هذا مخادع يمثل أنه إنسان مميز ومثالي جدا، ولكن في أي لحظة ممكن يغدر فيني ويغير شخصيته ويطلع على حقيقته ويسلب مني كل ما يحتاجه ويرتقي على أكتافي. كيف أكتشفه؟ غالبا أكتشفه بأسلوب تعامله مع الآخرين. إذا حسيت أن الإنسان هذا ياخذ حاجته ويترك الناس، وأهم شيء يفكر بمصلحته، أناني، ويحاول يبين أنه مستعطف مع الناس أو متعاطف عفوا مع الناس ويحبهم، ولكن فعليا هو يركز على نفسه ويبين دائما جانب قدام الناس وكأنه طيب وكذا، بعدين لما يصد عن الناس ويشوفك يسبهم يتكلم عنهم كأنه ما يهمونه، بس هو مضطر إلى هذا التعامل دائما. ترى هذا الإنسان تراتوف، أو فيه من صفات التراتوف. التراتوف باختصار شخص يحاول أن يعيش المثالية أو يقنع الآخرين بأنه مثالي، ولكن هو إنسان منافق
مخادع، دائما يفكر بنفسه، وعنده أسلوب بالتمثيل والاستعطاف ممكن يطول شهور أو سنوات إلى أن يصل إلى ما يريد. وهذه الطرق لكشفه. كيف تتعامل معه؟ كن حذر بالتعامل معه، وانتبه أنك تثق فيه ولا تبين له أنك كشفته، لأنه ممكن يغدر فيك. الشخصية اللي احتلت المرتبة الثالثة من الشخصيات الأسوأ في المعشر هي شخصية تسمى السلبي المستقطب. هذا إنسان يستقطب جميع السلبية الموجودة في الكون ويصبها فيك، كأن الإنسان هذا يجمع كل شيء سلبي ويحوله عليك. إنسان هذا مجمع للسلبية، ولكن هذا الإنسان قد يكون بإرادته وقد يكون بدون إرادته، الغالب أنه يكون بإرادته. أعطيك مثال على السلبي المستقطب. السلبي المستقطب هو يجمع جميع صفات السلبية، مثلا كثير الانتقاد، كثير العتاب، يبحث دائما على نقاط الخلاف بينكم ويناقشها بدلا من البحث على نقاط الاتفاق. دائما هذا الإنسان يحب أن يطيل بالخلافات، يعني يناقش الأمور السلبية بكثرة، ولكن الأمور الإيجابية لا يعطيها مدة من وقته. يعني لما تفتح معه مواضيع إيجابية يحاول يختصرها علشان يدخل على مواضيع سلبية وخلافات، ويستمتع بالاستفاضة والاستطالة في المواضيع السلبية، يحب يأخذ فيها وقت طويل، إذا ما انهيتها ممكن يستمر اليوم الثاني بالنقاش. فهذا الإنسان هو يستمتع بالخلاف، ويستمتع بالسلبية، ويستمتع في الدراما، ويستمتع بأذية المشاعر. أحيانا ما يؤذيك بشكل مباشر بقدر ما أنه يشعرك أنه مظلوم ومضطهد ومنهار، وأنت سبب هذا الانهيار اللي فيه. وإذا كان هو طيب ما يحطك سبب، ولكن يحطك أنك أنت كان من المفترض أنك تساعده وتنقذه بس أنت ما أنقذته. هذا الشخص هو ليس إنسان عنده سلبية عادية. على فكرة معظم الناس عندهم سلبية، معظم الناس قد ينتقد وممكن يقول لك يفضفض لك عن مشاكل، هذول طبيعيين. بس احنا نقصد اللي حياته كلها استقطاب للسلبية وسوي سكيب ويتجاوز الإيجابي ويركز على السلبية، هذا هو المقصود في هالشخصية. ثلاث طرق للتعامل مع الشخص السلبي المستقطب. راح تعرف ليش أنا مبتسم وأضحك على هالموضوع، لأن أحياناً السلبي المستقطب يجيك صريح. لأن الحل الأول أنك تسأله سؤال، تقول له تبي أساعدك بأننا نصل إلى حل للمشاكل اللي أنت تناقشها والأمور اللي فيها خلافات بيننا، ولا ودك تفضفض؟ يعني كأنه في ضغوط تبي تقولها، تبي نعيش جو دراما وسلبية، أو أنت هدفك من النقاش أنه نوصل إلى نقطة اتفاق. بعضهم صريح يقولك لا ما نبي نتفق، خليني أتكلم، أبى أطلع اللي في قلبي. هنا عادي يعتمد عليك، حاول تستمع بس حاول ما تتأثر، ركز دائما أنه في حل. فالحوار بالطريقة هذه أنك تسوي العقلة تأطير، أنك تحوله على جانب تقدر تديره، أنك تسأله تبي حلول ولا بس تبي تفضفض، هذا أمر مناسب. كذلك الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني للتعامل معه، حاول أنك تقول له أن هذا الأسلوب منفر، أن ترى إذا تكلمت معي بهذا الأسلوب أنا ما أحب. إيش رأيك دائما ركز على نقاط الاتفاق بدلا من نقاط الاختلاف؟ لأنه إذا أنا مقصر أنا غير كامل. إذا عندك مشكلة تبي لها حل أو خطأ مني قول لي وأنا أحاول ما أكررها، وننهي المواضيع بشكل عاجل. الخطوة الثالثة أنك تختصر بالنقاش معه. يعني هو يناقش موضوع سلبي ساعتين، حاول تخليه 5 دقائق 10 دقائق، وقول له إذا ودك نتفق على حلول كلمني راح نتفق، بس أنا الآن مشغول. وحاول دائما تقطع الحوارات السلبية معه، طبعا مو بأي أحد يشكي لك وتكون أنت مؤذي في حياته تقطع الحوارات معه، لا، نقصد الشخص اللي حياته كلها سلبية. هو راح يعرف أنك أنت مبلغه من أول أنه هذا الطريقة غير مناسبة، فيحاول يركز على الحلول بالمستقبل. أبي أهديك أمر مهم جدا في تطوير الذات والشخصية. ترى ليس من العيب أن يكون عندك مشكلة في شخصيتك، ولكن من العيب جدا انك تكتشف هذه المشكلة ولا تسعى لحلها ولا تبحث عن حلها. يقول الشاعر لكل داء دواء يستطب به، الا الحماقة اعيت من يداويها. الشخص الاحمق هو اللي احيانا يحاول يساعد الناس يضرهم.
واللي يعرف ان عنده مشاكل واخطاء ما يبي يغيرها ولا يبي يغير من نفسه، عادي بكيفهم، اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل. انا هذه شخصيتي، انا شخصيتي شكات مثلا، كيفكم؟ اللي ما يبيني يتركني، وبالنهايه يجلس الحالة وبعدين يقول ليش يا ربي، ليش ما حد يصادقني، ليش ما حد يطول معي بالعشره، ليش الناس احبهم واعطيهم عيوني ويتركوني. ترى احيانا يكون الشخص عنده شخصيه سيئه في التعامل، ولكن هو طيب وكريم ومحترم ويقدر ومتفاني ومضحي، ولكن عند هذه الصفة تخلي الناس ما يكملون معه العلاقة. لذلك إذا اكتشفت فيك أي صفة من الصفات السلبية، ابحث، ادخل دورة تطور ذكاء اجتماعي، مهارات تعامل مع العلاقات، غير هالصفة. وإذا كان عندك شخص عنده هذه الشخصيات، مباشرة حاول تواجهه وتصارح، على الرغم من بعض الشخصيات للأسف ما يبي يتغير، حتى يدري أنه يؤذيك بصفاته، يؤذيك بالشك، يعرف أنه ممكن يؤذيك بالسلبية، بس يعتقد أو يحس أن هذه شخصيته، خلاص أنا ما أقدر أتغير، هو مستسلم للأمر، هو يقدر لو أراد. لذلك أسأل الله أن ينفع بهذا العلم. انتهى موضوع اليوم، شاركوني إيش أسوأ شخصية من وجهة نظركم. أسأل الله لكم التوفيق، ونشوفكم موضوع أجمل وأعمق في الأيام الجاية إن شاء الله.